السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الجديد اللي إن شاء الله غادي نطرقوا فيه حول جوج المواضيع اللي هي مهمة بزاف كتخص من طبيعة الحال الجالية سواء في إيطاليا أو في أوروبا عامة. بالنسبة للموضوع الأول وهو عن معلومات تخص يعني الناس الجالية اللي في إيطاليا عن ديكلاراسيون دي ريديتي اللي هي 630، معلومات اللي هي مهمة بزاف كما قلنا ومفيدة بالاخص الناس اللي كتاخذ الكود وكدير ديكلاراسيوني دي ريديتي، لان ما كتردش البال بزاف لواحد الورقه اللي هي في اخر يعني الكود. بزاف ديال الناس، الاغلبيه ديال الناس ما كنعممش، ولكن بزاف كيتجاهلوا هاد المعلومات هذه بالخصوص عندما او فاش كيبغيو يمشيو يديروا ساتي ترينتا. الموضوع الثاني وهو يعني بتصاريح الممتلكات، كيف ما كنشوفوا مؤخرا الناس بريوكوبات ديال الجاليه سواء في ايطاليا او في يعني اوروبا، كيف ما كنشوفوا الناس ديال بلجيكا اسبانيا فرنسا، الناس هادو يعني قلقين بزاف بريوكوباتي على حساب يعني وما عرفوش واش يديروا تصاريح بالممتلكات يعني، او غادي يكون يعني هاد الشيء هذا تلقائي اوتوماتيكي، يعني غادي يكون معلومات يعني متبادله بين المغرب وايطاليا والعكس، يعني من قبل الجاليه اللي كتواجد هي الجاليه المغربيه في ايطاليا، او بالنسبه حتى الايطاليين الموجودين يعني اللي خدامين اللي في ودايرين مشاريع مثلا في المغرب، غادي يكون هناك معلومات او تبادل معلومات، يعني غادي يكون داكشي تلقائي او الي كيف ما كنعرفوا، ولكن الامر ماشي هكا الاخوان. كيف ما غادي نشوفوا هنايا في هاد كاين واحد مدير ديال المحافظه جاب هاد التصريح هذا حول يعني الناس اللي عندهم يعني ممتلكات سواء حسابات بنكيه او يعني عندهم عقار او بارتما او دار او بلاد او الى اخره. بالنسبه للموضوع الاخوان كيف ما كنشوفوا يعني هنا كيف ما قلنا في الاول الناس بريكوباتا بالاخص الناس اللي عندهم الديار ديال الكوموني اللي كيستافدوا من هاد الديار هادو الشعبيه او الديار يعني الديار السكن الاجتماعي او السكن الشعبي اللي هما الديار ديال الكوموني. بزاف ديال الناس كنشوفوا انهم عندهم ممتلكات في المغرب وكيستافدوا ايضا من ديار ديال الكوموني، يعني بصراحه ما عيبش ماشي مشكل، يعني اي واحد كيتمنى انه واخا تكون عنده شي حاجه في البلاد، عنده فلوس عنده دار عنده الى اخره، كيتمنى انه ياخذ دار ديال الكوموني، وعلاش لا يخلص حتى هو واحد القيمه اللي هي بسيطه بزاف ويستافد في نفس الوقت، وعلاش لا ما يديرش دار اخرى ويدير فلوس اخرين ويدير حساب جديد والى اخره. نتمنوا الخير لجميع الاخوان. المهم حتى حنا ما نكونوا ان شاء الله من هاد الناس هادو، يكون عندنا ديار في المغرب وحسابات بنكيه، وعلاش لا نستافدوا هنا من مساعدات هنا في ايطاليا ونستافدوا ايضا من ديار ديال الكوموني. بالنسبه يعني مدير المحافظه كيف ما قلت لكم جا هذا الشيء يعني غير في الاسبوع اللي فات كيصرح فيه وكيقول بان في اطار معالجه طلبات البحث عن ممتلكات المغاربه المقيمين بالخارج، وكذا تسليم نسخ من الوثائق او الاطلاع على المرسوم يعني عن الرسوم العقاريه ومطالب يعني التحفيظ موضوع هذه الأملاك، والتي تقدم إليكم مباشرة من طرف جهات أجنبية، يشرفني أن أدعوكم إلى الحرص على معالجة هذه الطلبات وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية، بحيث يتعين عليكم، سمعوني الإخوان، يتعين عليكم عدم الاستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك. يعني اي جهه اجنبيه كتطلب منك انك تجيب تصريح يعني ديال الممتلكات ديالك، حساب بنكي او عقار او يعني ارض الى اخره، خاصك تحرص على هذا الشيء هذا وما تعطيش المعلومات ديالك. اما فيما يخص يعني معلومات اليه او اوتوماتيكيه، يعني ما كاين لا معلومات اليه لا اوتوماتيكيه لا والو، يعني في حالة ما يعني جهة من الجهات قالت لك ضروري خاصك تجيب لي هذا الشيء هذا، حاول انك ما تعطيهاش هاد المعلومات هادو. الا بغاو معلومات عليك من طبيعة الحال غادي يعيطوا يعني لاجانسية ديال الانتراتي سواء ايطاليا او يعني دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي، الا بغات معلومات عليك من طبيعة الحال غتواصل مع دار الضريبة او لاجانسية ديال الانتراتي يعني ديال المغرب وغتاخذ معلومات عليك. اما انت باش تجيب معلومات وتعطيها مثلا جهة من الجهات هنايا في اوروبا او في ايطاليا، يعني لا غير، ما بلا ما تديرها، بلا ما تجيب يعني تصاريح ديال الملكية وشهادة ديال الملكية وتعطيهم ليهم، لحقاش غادي
ما غاديش تستافد من بزاف ديال المساعدات، كمساعدات مثلا ديال ساتي ترينتا ديكياراسيوني دي ريديتي، في حاله ما الا جبتي مثلا شهاده الملكيه او التصريح بالملكيه، داكشي اللي عندك كلشي، مثلا عندك دار او بارتما او حساب بنكي كيفوق 15000 اورو مثلا، جبتي هنايا وعطيتيه لاجانسيا ديال الانتراتي، يعني انت بريوكوباتو خايف من هذا القانون هذا، مثلا الا حيدولك دار ديال كوموني او مثلا حيدولك مساعدات اخرى اجتماعيه اللي كيعطيوها لك، كتجيب هاد التصريح هادو مثلا وكتعطيه لاجنسيه ديال الانتراتي، في حاله ما فاش كدير ستي ترينتا ما غاديش تستافد بزاف مثلا من ديكاراسيون دي ريديتي، هاد الطلب ديال ستي ترينتا اللي هما في الاصل الا كان عندك ولاد ولا زوجه وعندك هنا موتو او دار مثلا كارهه ولا شي حاجه وباغي تستافد من ريكوبيرو باش يعطيوك ستي يرجعوا لك ستي ترينتا، انت اللي غادي تخلص لانك صرحتي بالممتلكات ديالك اللي عندك في المغرب، سواء يعني حساب بنكي او بارتما او شقه او دار او فيلا او ارض الى اخره، في هذه الحاله هذه غادي تخلص يعني الضريبه مضوبله، غتخلص هنا داكشي اللي عندك يعني كاري ولا داكشي اللي عندك هنا على حساب الخدمه، غتخلص الضرائب ديال هنا ديال الطاليان وتخلص حتى الضرائب ديال المغرب وتخلص على الدار اللي عندك او الحساب البنكي اللي عندك في هذه الحاله هذه، بلا ما تجيب تصاريح من المغرب او شهادات كتبين يعني كتبين الممتلكات ديالك في المغرب، كيف ما قلنا ما غاديش تستافد بزاف في هذه الحاله هذه من غدير ديكياراسيون دي ريديتي، لان ديكياراسيون دي ريديتي فاش كتبغي ديرها يعني ستي ترينتا فاش كتبغي ديرها، في حاله ما الى جبتي هاد الممتلكات قلنا صرحتي بها لاجنسيه ديال الانتراتي، خاص ضروري تعمر هاد المودولو هذا كيف ما كنشوفوا، اللي هو واحد المودولو سميتو كوادرو ار دوبل في كيف ما كنشوفوا معايا هنا الاخوان، هاد المودولو هذا هنا سميتو ار دوبل في، في حاله ما الى جبتي يعني تصريح بالممتلكات ديالك، شهاده بالممتلكات ديالك من المغرب جبتيها مثلا صرحتي بها لاجنسيه ديال الانتراتي، في اخر السنه ديكلاراسيوني دي ريديتي خاصك تصرح بداك الشيء اللي عندك سواء هنا في ايطاليا او في المغرب، في هذه الحاله هذه غادي تخلص الضريبه مضوبله، غادي تخلص الضريبه في ايطاليا وتخلص على داك الشيء اللي عندك في المغرب، يعني غادي تعطي من جيبك وغادي تخلص للدوله، انت كتخلص جا الضريبه اللي هي في المغرب على المدخول اللي عندك تما سواء يعني دار او بلاد او غير ذلك، وغادي تخلص هنا ايضا في حاله ما الى جيتي تصريح بالممتلكات من المغرب كيف ما قلت لكم، في الديكلاراسيون دي ريديتي اللي غادي تكون اوبليغاتوريه في حاله ما الى جيتي هادشي من المغرب، وانت غادي تخلص للدوله يعني غادي تعطي من جيبك، هذا هو هذا هو الكوادرو او المودولو ديال ار دبليو في اللي غادي تقدمه في ستي ترينتا في حاله ما الى جيتي هاد التصريح هذا كيف ما قلنا، كيف ما كتشوفوا معايا هنا الاخوان هو هذا كيكون في ستي ترينتا، والاغلبيه ديال الناس اللي ما عندهمش اللي ما جايبينش تصاريح او شهادات الملكيه من المغرب وعاطينها لاجنسيه ديال الانتراتي في ستي ترينتا ما كيعمروش هاد المودولو هذا، يعني فاش كتمشي للكاف هاد المودولو هذا كيبقى فارغ كيبقى خاوي، حالة ما الا جبتي تصريح من المغرب وعطيتي لاجنسيه ديال الانتراتي ضروري تعمر هذا، حالة ما الا ما عمرتيش غيعطوك مولطه عليها الاخوان. غادي ندوزو الموضوع الثاني الاخوان وهو يعني فاش كيجيك الكود ديالك، فاش كيجيك الكود اللي هو هو هذا سيرفيكاسيوني اونيكا، هذا الكود هذا كلنا خديناه الاخوان، هذا الكود هذا كما كتشوفوا معايا هنا كلنا خدينا هذا الكود هذا من عند الداتوري ديال لافورو زيندا اللي كنخدموا فيها، يعني فاش كتمشي دير ديكياراسيوني دي ريديتي ستي ترينتا الاخوان بحكم ان ستي ترينتا على الابواب، فاش كتمشي يعني ستي ترينتا هذا العام هذا كيف ما غنشوفوا غادي يبدا البري كومبيلاتو نهار 10 في شهر 5، يعني 10 في شهر 5 غادي يبدا البري كومبيلاتو ديال ستي ترينتا، كنا خدينا الكود باش نديرو ديكياراسيوني دي ريديتي باش نديرو ستي ترينتا، في اخر الكود اشنو كاين؟ كاين واحد الورقه في اخر الكود، واحد الورقه اللي هي هذه، وللاسف بزاف ديال الاخوان ما كيردوش ليه البال، كياخذوا الكود ديالهم عادي كيشوفوا غير يعني ليمبورتو اللي فيه، كيشوفوا شحال فيه شحال 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 فيه، واش 20000 قل اكثر يعني، وما كيشوفوش الورقه الاخرى اشنو فيها، هاد الورقه هذه كتعني نهار تمشي دير ديكياراسيوني دي ريديتي، نهار تبغي تمشي دير ستي ترينتا خاصك تعمر هاد الورقه هذه اللي هي انا غادي نقرا لكم اشنو هي هاد الورقه هذه وشنو كتعني، اللي هي ضروريه هاد الورقه هذه سكيدا بيرلا شيلتا دي لا ديستيناسيوني، يعني كتمشي واحد 8% 8 عفوا 8 في الالف ولا 5 في الالف، وكتمشي ايضا 2 في الالف ديال ليربف، يعني على ديال الضرائب هاد 8 في الالف و5 في الالف و2 في الالف كيف ما كتشوفوا معايا هنا، فاش كتمشي دير ديكلاراسيوني دي ريديتي
هاد الورقه هادي عاد اي واحد خذ الكود. فاش كتمشي دير ساتي ترينتا باش تستافد من ساتي ترينتا بسكاركي داكشي اللي عندك، سواء كانوا الدراري عندك كاريكو او عندك كرا، عندك موت وعندك زوجه، عندك سكونتريني ديال الفارماتشيه، عندك والدين تو كاريكو، داكشي اللي عندك مازال مش كتمشي دير ساتي ترينتا، حتى واحد ما كياخذ مع هاد الورقه هذه. كما كنشوف هاد الورقه هذه كتجي لاصقه في كود، حتى واحد ما كيعمرها، حتى واحد ما كيديها فيها. فهمتوني يا الاخوان؟ هاد الورقه هذه ضروريه، لان فيها كيف ما كنشوفوا يعني اوبليغاتوريو، سواء تعمرها ولا ما تعمرهاش كتمشي لك منها 8 في الالف، 5 في الالف، 2 في الالف، وفين كيمشيو هاد الفلوس هادو؟ يعني هاد الفلوس هادو كيمشيو اما ما عمرتيهاش، اما كيمشيو لستاتو، ولا كيكون اختيار كتمشي للكيزا كاثوليكا، ولا كيمشيو للكيزي التري كيزي، ولا كيمشيو حتى بالنسبه هنا الابراي، يعني اونيون كومونيتا ابراي كتمشي حتى الجمعيات يعني اليهوديه ايضا كتمشي. الى ما عمرتيش هادو راه كيمشي اوتوماتيكامين لهاد البلايص هادو. في اخر الورقه اشنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو بير لا شيلتا افوفوري ديلو ستاتو، بير لو ستاتو اي بوسيبيلي انديكاري انكي اونو دي سيغوينتي كوديتشي. راه ممكن ايضا هاد الورقه هذه شوف هنا لتحت، ممكن ايضا ترسل هاد ديستيناسيوني هادو، تعمر على هاد الوراق هادو. يعني كيف ما كنشوفوا الاخوان راه في اليوتيوب ولاو كيحطوا يعني كود شي ديال مساجد، وكيقول لك عند يعني طلب ستي ترينتا دير هاد الكود شي هذا اللي هو هاد الورقه هادي، حاول تعمر ودير الكود شي ديال المسجد. بزاف ديال الاخوان كنشوفوا انهم كيحطوا كود شي ديال المسجد، دير كود شي ديال المسجد يعني احسن لك. اما الى بغيت تشوف اختيارات اخرى وهما كالتالي، انا غادي نقولهم لكم هنايا الاخوان الاختيارات الاخرين، وهما يعني باش بغيت تمشي دير ساتي ترينتا غادي تحاول تختار اختيار من هادو اللي هما. انا شخصيا غادي نحاول نختار واحد من هادو اللي غادي نقول لكم دابا. اما كتمشي الفامي نيل موندو، يعني كتمشي هاد الاختيار هذا اما 8 في الالف ولا 5 في الالف ولا 2 في الالف، كيمشيو اما الفامين الموندو يعني المجاعه اللي كاينه في العالم، او كتمشي الكالاميتا اللي هي يعني كتمشي للدول الناس اللي عندهم يعني كوارث طبيعيه زلازل فيضانات الى اخره، او كتمشي الايديليتسيا يعني سكولاتيكا كتمشي يعني البلايص فين كيصوبوا يعني البناء ديال المدارس، او كتمشي الاسيستنسا اي ريفيوجاتي الناس اللي كيهربوا من الحروب مثلا لطالبي اللجوء، او كتمشي الباني كولتورالي يعني كتمشي للثقافه. انا غادي نختار مثلا شخصيا غادي نختار واحد من هاد الشهاده اللي قلت لكم الاخوان، وكل واحد حر في الاختيار ديالو، وما تخليوش هاد الاوتو بيرميلي هاد 8% ولا 5% تمشي للكنائس وتمشي يعني الكومونيتا يهودية أو غير ذلك. من الأحسن تمشي للمساجد أو الناس اللي عندهم المجاعة أو الناس اللي عندهم مثلا الحروب أو فيضانات كوارث طبيعية إلى آخره. هذا الإخوان فيما كان كيخص هاد جوج المواضيع ديال اليوم. كيف ما قلت لكم راه إن شاء الله ستي ترينتا على الأبواب، ما تنساوش هاد الورقة هذه تعمروها، لأن إلا ما عمرتيهاش هاد الورقة هذه كاين بعض الكاف، يعني الكاف راه عارف، والكاف ما كيقولكش خاصك تعمر هاد الورقة وتعطيها ليا، لأنه الكاف أصلا حتى هما كياخذوا واحد برشنتوالي، واحد نسبه مئويه على حساب كيرسلوا لشي جمعيات، وكياخذوا منها حتى هما واحد نسبه مئويه على حساب الدوماندات اللي كيعمروا. راكم عارفين طلبات ديال ساتي ترينتا راها كتكون مثلا هاد البريود هذا اللي غادي يبدا مثلا في شهر 5 حتى تقريبا اخر السنه، غادي يبقاو تقريبا طلبات ديال ساتي ترينتا. راكم عارفين شحال من طالب كيدار عند الكاف، يعني حتى هما كيستافدوا من هاد الورقه اللي قلت لكم، يعني من هاد هاد تشينكو بير ميل او اوتو بير ميل، يعني 8% 8 في الالف او 5 في الالف، يعني كيف ما قلت لكم كيعطيو الجمعيات بحال تما الا ما كنتيش عارف حتى وانت اللي ما قررتيش او ما قلتيش لهم فين غادي تمشي. الاخوان ما قال لي الا نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.